مناسبه عيد التلفزيون السوري، شو بتحب توجه معايده؟ ان شاء الله بينعاد على الجميع بالخير والصحه، وان شاء الله نشوف هيك تلفزيون من احسن لاحسن ان شاء الله يا رب، وان شاء الله هيك كله للاحسن ان شاء الله، من برامج، من اعداد، من تقديم، من مخرجين، وكلكم مشكورين. وبمناسبه عيد التلفزيون السوري ان شاء الله كل عام وانتم بخير وبالف خير، وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. كل عام وانتم بخير، وسلموا كثير على كل شيء عم تقدموا، عن جد كثير حلو. ان شاء الله بضل تلفزيوننا هو متالق على شاشتنا، يعني هو متميز بكل عروضه بكل برامجه، والدراما السوريه ما في منها، خاصه شيء برمضان كانت كثير حلوه. ان شاء الله كل عام وانتم بخير للكل ولكل الشعب السوري، وان شاء الله بشوفكم دائما بخير. كل عام وانتم بالف خير، والتلفزيون السوري بالف خير. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله هيك دائما بتبقوا بالمقدمه. عيد التلفزيون السوري الله يديمه، لان هو الحقيقه اللي عم نشوفها اليوم. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، ويقدموا برامج حلوه واحلى من هيك. التلفزيون السوري ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وحلاوه التلفزيون السوري دائما عم يحافظ على التراث، وعم يحافظ على الارث السوري، وعم يحاول يقدم كمان اشياء جديده. تحيه كثير كبيره للتلفزيون السوري اللي بنكبر وبنعتز فيه دائما. ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير يا رب. كل عام والكادر اللي بنشتغل بالتلفزيون السوري بالف خير، وان شاء الله هيك يا رب من نجاح لنجاح اكبر، بنشوف انه التقدم والتطور بمجال الدراما عندنا وبالتلفزيون ان شاء الله يا رب.